قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. سنقف عند هذه الآية. كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد فهي اختبار وامتحان لهم، والدليل أدلة كثيرة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. إذن كل نعمة أنعم الله بها عليك فهي اختبار وامتحان لك، تنجح أو لا. كيف تنجح في الاختبار؟ النجاح في الاختبار يقول بأمرين، الأول قبل النعمة والثاني بعد النعمة. الأول قبل النعمة والثاني بعد النعمة. قبل النعمة، كثير من الناس الآن عندما يمشي في الطريق ويرى القصور والعمائر والمرسيدسات والآيفون والمهم واليخوت وكذا، يفكر في إيش؟ ها، أكثر الناس يفكر في إيش عندما يمشي الآن في الشارع ويشوف متاع الدنيا؟ يفكر في إيش؟ يقول لو يتعرف علي الرئيس أو الملك أو الوزير أو الملياردير وقل تعال يا سعود أنت حبيبي، خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت، صح ولا؟ أكثر الناس يفكر في هذا، صح؟ تمام. سؤال، الجنة تطلب من من؟ من الرئيس؟ وزير؟ ملياردير؟ تاجر؟ لا، لا تطلب إلا من الله. لماذا؟ لأنه لا يقدر أحد على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الرزق يطلب من من؟ قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على من؟ قال على الحي الذي لا يموت. إذن هؤلاء يموتوا ويفتقروا، صح؟ إذن هذا اللي تسمع من بعض الناس سب الحكام، صحيح، والتعلق بهم، أخذوا أموالنا وأهل الخليج وكذا والعروبة، إيش تريد منهم؟ إيش تريد منهم؟ وتوكل على الحي الذي لا موت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا، أصل الكلام الرزق عند الله، لكن عندما قدم المعمول على العامل دل على الحصر، يعني لا تطلب الرزق إلا من الله. إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. هذا رسوب في الاختبار الأول. إذا تفكر في الملوك الرؤساء الحكام رسوب في الاختبار الأول لا شك. تمام، نجيب الاختبار الثاني. الاختبار الثاني بعد النعمة. بعد النعمة في طرفة عين عرش بلقيس عند سليمان عليه السلام، مجرد ما رأى عرش بلقيس عرف أنه هذا إيش؟ ابتلاء. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ما قال بسلطاني بملكي، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، الله سبحانه وتعالى غني عنه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لكم قبل فتح مكة صعد على الصفا وقال له تبا لك لهذا جمعتنا عليه الصلاة والسلام، فعل أشياء نسب بسببها الجنون. جاء عليه الصلاة والسلام بعد أن فتحت مكة وصعد الصفا واستقرت الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى لا يتعاظم في نفسه عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده. هذا عبد، النصر بيد الله سبحانه، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. المؤمن لابد يعلم أن كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه فيها اختبار وامتحان، تشكر بالقلب إقرار واعتراف واعتقاد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. كيف قرأت القرآن؟ كيف حفظت؟ كيف جئت الجامعة؟ كيف صنعت؟ كيف كذا؟ هذا من فضل ربي. تذلل لسانك بشكر المنعم المتفضل. الثاني إيش؟ باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث بالجوارح، تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل لا في كفر المنعم. والمشكلة عندنا أن بعض الناس لا يكتفي بنفسه بل يدعو إلى هذا. يعني يجي المريض في المستشفى، مات الأولاد والزوجة وتكسرت المرسيدس والآيفون وراحت الأموال، ويدخل على المريض في المستشفى، ماذا يقول له؟ ها؟ قل مسكين وما تستاهل وقطعت قلبي، وش أصنع لك وما باليد حيلة، وأنت تعرف الحكومة لازم يدخل الحكام لابد، صحيح؟ وش أصنع لك وهذا المستشفى أسوأ مستشفى على وجه الأرض، وهذا ليس بطبيب هذا سفاح، وما خرج أحد من هذا المستشفى إلا على المقبرة، بل وجدوا مقبرة تحت هذا المستشفى حتى يكون الدفن سريعا بإذن الله. وممكن لا تدرك أن تكتب وصية، صح؟ مسكين وما تستاهل وما باليد حيلة، كأنه هذا أرحم به من الله، كأنه يقول لهذا اعترض على القضاء والقدر، صح؟ والآخر يدخل على المبتلى يقول لا بأس طهور إن شاء الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة رحمه الله، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. في فرق بين هذا وهذا؟ ها؟ فرق بين السماء والأرض. وهذا الذي يقوله في قوله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، سواء فيما يختص بهم أو بغيرهم أو في هذا الكون. وبعض الناس يقترح يقول لو الأمر بيدي كان صنعت كذا وكان أزلت هذا، وهذا ما ينفع قاري وهذا ما ينفع إمام، وحط كذا وأصنع كذا. يا أخي من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، واشتغل فيما يعنيك أحسن لك، صحيح؟ أي نعم. ويقترح على الحكام وعلى هذا وهو ما يستطيع يدير مؤسسة صغيرة. فأخواننا التوحيد دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله، لا تخلو منه آية. حتى عندما نقسم القرآن إلى ثلاثة أقسام، خبر عن الله، وبهذا اختصت سورة الإخلاص وسميت بهذا الاسم، أخلصت في وصف الله تخلص قارئها من الشرك، والثاني أحكام أوامر ونواهي أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، والثالث أخبار. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حتى هذا القسم الثاني والثالث توحيد، إذن لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم رحمه الله. أمرنا أن نجتمع على عبادة الله، لأننا نعبد رب واحد سبحانه وتعالى، شريعة واحدة، قبلة واحدة، أمة واحدة، نبي واحد عليه الصلاة والسلام. حتى هذا الإمام عندما يصلي بنا الآن ويقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، ها؟ إيش تقول؟ لماذا لا تقول إياك أعبد؟
كأنك تقول نجتمع يا رب على عبادتك ولا نشرك بك شيئا، لابد نجتمع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى، إياك نعبد تقديما من حق التأخير يدل على الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، جمع بين الشرع والقدر، فاعبده وتوكل عليه. أخواننا التوحيد إذا لا تأتي بالتوحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى منك أي عبادة. ولهذا العلماء رحمهم الله في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الوضوء، في الاغتسال، أول شرط من شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط الصوم، شروط الحج، شروط أي عبادة، أول شرط الإسلام وضده الكفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله أن يجزي قارئنا خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.